والله الجزائر دولة أقل من إحنا كمصريين نتكلم عنها، يعني هي دولة مين الجزائر؟ إحنا كمصريين شرف ليهم إن إحنا نقول كلمة الجزائر بس. فهم شعب غريب يعني، شعب أنا شخصيا مش فاهم هل هو عربي ولا هل هو أوروبي، يعني عامل زي البني آدم اللي لا منه راجل ولا منه ست. فأه والله، فأقول لهم أنتوا حظكم حلو إن الناس اللي راحوا ناس فنانين وناس كويسين، بس قسما بالله إحنا لو بعتنا منطقة بولاق الدكرور بس قسما بالله يخطفوا الرئيس بتاعكم في شوال.